هاي السيطرات في حال تحديثها وانه تطورت وكبرت مساحاتها اكيد محضرين انتم امكاناتكم يعني ثمانية سيطرة الشعب نقيب مصطفى نقيب مصطفى ضابط تبع الاعلام الوطني على الشارع ثمانية قطع السيطرة وضعنا هاي تفضل بلغ المدير العام يعني هذا المقطع موجود على وسائل التواصل الاجتماعي وأثار بصراحة تساؤل عندنا أنه الشخص يمكن شفناه حامل سلاح وهل هو جزء من أجهزة أمنية وشنو اللي صاير بالسيطرة يعني أكو خلاف بينكم بين المنتسبين بالسيطرة والأجهزة الأمنية الأخرى مبدئيا موضوع التصوير هو المفروض ما يأخذ الاتجاه هذا يعني إحنا دائرة عسكرية ومهمة جدا فاللي أعتقد اللي صوره واللي أرسله كان يعني غير ملتزم بالضوابط يعني اللي معتمد عندنا حتى وإن كان ما يصور هو خطأ يعني يجب تصحيحه حتى وإن كان بالإمكان يعني تلافي الموضوع بطرقنا اللي خاصة بينا اللي شفته أنا هسه حاليا يعني هو تدري موضوع بالليل ممكن مشكلة يعني شخصية صارت وكذا وكان تلافيها في وقتها يعني سواء كان من دائرتنا أو من دائرة الأمن الوطني اللي موجودة وانتهت في موضوعها يعني موضوع كان مو موضوع يتعلق بالمصالح العامة بس لا بالنهاية يعني نقصد أنه بعد هذا الفيديو اللي فهمناه أنه صار تعطيل لدخول السيارات لا ماكو والله تعطيل يعني من خلال منبر قناتكم المحترمة ما صار أكو تعطيل بالموضوع احنا لازلنا أكو تنسيق حقيقة يعني مستمر بيننا وبين الأمن الوطني وبين الاقتصادية مال الأمن الوطني وبين الاقتصادية مال الاستخبارات لا بالعكس ليش لأن يهمنا بصراحة مصلحة المواطن مو مصلحتنا احنا أولا خير موظفين اليوم بهاي سلطة الشعب ثانيا في موضوع آخر في سيطرة أخرى فتلافينا كل هاي التفاصيل وكل السلبيات وإن شاء الله يعني ممكن وراء هذه يعني الحلقات أو كذا ما راح إن شاء الله تسمع لأي موضوع بتقاطع الآراء أو تقاطع اللي يتقاطع مع مصلحة المواطن عندنا المصلحة العامة ومصلحة الناس هي أهم من مصالحنا احنا بالتأكيد يمكن من خلال البرنامج وبحثنا عن موضوع السيطرات تذمر الناس جاي أكثر شيء من موضوع التأخير يعني هذا الوقت اللي دا يقضي بالسيطرات إذا كانت لدخول بغداد أو حتى الداخلية داخل بغداد عندكم كان فد مقترحات او انتم ك يعني مسؤولين على هذا الجانب ولسنوات عديده اكيد عندكم فد فكره ممكن نطور بها الموضوع حتى نسهل على الناس اكو فد مقترحات عندكم ممكن نطرحها يعني تسهل دخول الناس بصوره اسرع احنا لازلنا نتحدث عن موضوع السيطرات الخارجيه السيطرات الاخرى ما نتحدث عنها كل التاخير اللي قاعد يصير ترى بالطوابير اللي خارج حرم السيطرة بسبب من؟ بسبب يعني ممكن الطرق لها تأثير ممكن المناسبات تفرض علينا بعض التفتيش الدقيق خلينا نكون واقعيين ما هو الطريق اللي قبل السيطرة مؤدي إلى السيطرة أي تأخير بالسيطرة راح يصير تراكم جنابك قبل هذا اللوكيشن تحدثنا عن موضوع الطرق اللي غير معبدة حكينا على الطرق بس هذا السيارة اللي تجي بدقيقة إذا كان الطريق بصراحة غير مبلط راح ياخذ جزء من ثلاث دقائق هذا جزء احنا معك يعني احنا نطمح كلنا انا وانت وكل انه السيطرات يعني تتغير وان شاء الله بها خطه مستقبليه سعه منحنات التفتيش سيطره الشعب شفتوها انتم ترى ما تتجاوز اكثر من 700 متر الامنه ب 2 كيلو متر حتى تستوعب اكثر عدد من العجلات والناس وبنفس الوقت تعطي مجال واسع لدخول السيارات الطموح مريود ولا زالت يعني حقيقه يعني الوزاره الموقره عندها يعني بعض المشاريع والتنسيق مع الامانه العامه لمجلس الوزراء حاليا بضمن خمس سيطرات وان شاء الله سوف ترى النور عن قريب ان شاء الله
هاي السيطرات في حال تحديثها وانه تطورت وكبرت مساحاتها، اكيد محضرين انتم امكاناتكم، يعني عندكم هاي الامكانات، خلينا نقول منتسبين وامكانات اخرى ان تغطي هذه المساحات. بالنسبه للملكات البشريه يعني موجوده ضمن الخطه اللي موجوده ومعده موجوده والخطط موجوده. نعم نتامل والله، يا ريت يعني احنا كل احنا نتامل. هي 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 ضروره امنيه. نعم. ان تكون هذه السيطره، ما ممكن احد يطلب انه نرفع هاي السيطرات خصوصا دخول بغداد. نعم. لكن اللي بدنا نتحدث به اليوم احنا ترتيبها وتنظيمها، وسيد اللواء هنا من انطانا هذا الفكره وهذا الترتيب انه راح يكون هنالك ترتيب لخمسه سيطرات. الحقيقه انا احسه جزء هذا ممكن يغير الواقع وممكن يسهل موضوع انسيابيه الطريق.